رام الله. تنضم إلينا السيدة تمرة حداد الكاتبة والمحللة السياسية، وكذلك من بيروت ينضم إلينا العميد ناجي ملاعب الخبير العسكري. أبدأ معك سيدة تمرة، لهذه الدرجة لا تعبأ الولايات المتحدة الأمريكية بما سوف تلاقيه ولقته سابقا وستلاقيه من انتقادات سواء من الداخل أو من المجتمع الدولي بناء على هذا الفيتو؟ بداية أسعد الله مساءكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولمشاهديكم. كان من المتوقع أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو لأكثر من سبب. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية أن تجعل إسرائيل أن تخسر هذه المعركة التي تريد أن تنفذ أهدافها الأمنية والعسكرية متمثلة بالقضاء على حركة حماس وأيضا تدمير الأنفاق العسكرية. والهدف الضمني الأكبر في هذه المعركة ليس القضاء فقط على حماس وأيضا المقاومة الفلسطينية، الهدف الضمني هو تحقيق التهجير. ما زال التهجير قائما في العقلية الصهيونية الأمنية داخل الواقع الإسرائيلي وأيضا من ورائه الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي تعلم تماما أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تحقق أي صورة نصر. كيف سوف تقوم بوضع يعني تصويتا من أجل وقف إطلاق النار؟ وحتى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تحقق أي صورة نصر أو انتصار في سياق هذه المعركة التي دخلت 3 أشهر داخل سياق هذه المعركة الحالية بين المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل. لذلك ما تم الإشارة إليه اليوم، يعني أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية أن من تتحدث عبر الإعلام شيء وأيضا ترجمة هذا الأمر الواقع الإعلامي ترجمته فعليا واقع شيء آخر مختلف كليا، وهي منحازة كليا إلى إسرائيل بكل أفعالها وأقوالها وأعمالها وعتادها وتسليحها واستخباراتيا وكل الأدوات التي تقدم لإسرائيل. هي معنية بانتصار إسرائيل بأي ثمن، مهما كانت الانتقادات في الشارع العالمي، مهما كانت الانتقادات في الشارع الأمريكي، رغم أن هناك انقسامات داخلية أمريكية وهناك معركة انتخابية أمريكية بالنسبة لبايدن والديمقراطيين. هم يعتقدون كلما كان هناك تقديم دعم للإسرائيليون، كلما كان اللوبي الصهيوني سوف يرفع من منسوب الأصوات الانتخابية لبايدن، لكن هذا بالعكس صحيح. يعني الأصوات الانتخابية أصبحت الآن تتشتت نحو وبدأت الآن تنطلق نحو الجمهوريون وبالتحديد الفئة الشباب. هناك قرابة فئة 60% من الشباب بدأوا يتجهون نحو الجمهوريين، والواقع التصويتي بالنسبة لبايدن وصل الآن 34%. هذا يعني أن الواقع الصهيوني واللوبي الصهيوني هو الذي يسيطر على هذا الواقع الولايات المتحدة الأمريكية. اسمحي لي أستاذة تمارا، لأن التقارير التي تأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنه حال المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب أسوأ كثيرا بالنسبة لنا وللفلسطينيين من جو بايدن. ترامب صرح قبل أيام قائلا بايدن غلطان، طبعا ينبغي أن تترك إسرائيل كي تتم مهمتها دون تقريع. كيف يقرع نتنياهو ويقرع إسرائيل؟ فيعني دعينا ننظر بحذر إلى التحول نحو الجمهوريين في واشنطن.